في أول فقراتنا الحوارية النهاردة هتكون مع واحد من اللعيبة أصحاب الدم الخفيف، فبالرغم من أنه ما احترفش في أوروبا بس ليه لقب كده ما بين يعني بعض لعيبة الأهلي بالذات كانوا مسمينه له، يعني فكانوا بيطلقوا عليه ميسي، مش كده يا كابتن؟ كانوا بيقولوا عليك ميسي صح؟ ده ولا ده كان بهزار علشان بس نفهم؟ بس اكيد مش هبقى زي ميسي في الكوره. اهلا بيك يا معتز. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك، شرفنا النهارده في البيت الكبير. وزي ما قلنا في المقدمه، من اللعيبه المميزه جدا على مستوى الاداء الرجولي وعلى مستوى البطولات. احنا طبعا عندنا كلام كتير، ودايما في البيت الكبير احنا يعني بنبدا بداياتنا، لكن خلينا نتكلم كمان على كواليس. اعتقد عندك كواليس كبيره جدا جدا هنتكلم معاك فيها بشكل كبير، لكن برضو عشان نعرف الناس والساده المشاهدين، معتز دقينه وبدا ازاي كره القدم؟ طبعا قبل اي حاجه انا شرف ليا ان انا موجود معاكم طبعا، وانت عارف حضرتك انا بعز حضرتك ازاي، وشرف ليا طبعا ان احنا موجودين في قناتنا الكبيره، قناه النادي الاهلي، ده بيتنا الكبير. البدايه طبعا الناس كلها، يمكن انا قلت اكتر من مره في اكتر من مكان، ان انا من حلوان ومواليد جنب حسام ابراهيم. ايوه احنا بلد واحد، كابتن حسام وكابتن ابراهيم وكابتن محمود ابو الدهب كله بقى، كابتن ايهاب الخطيب ما تنساش كله، كابتن ايهاب. فزي اي حد طبعا بدات في البدايه لعب الشارع والانديه الصغيره وكده، لغايه ما لعبت في نادي حلوان العام اول سنه ليا خالص، وبعدين بعدها رحت الزمالك اختبارات. كان عندك كم سنه في الزمالك؟ كان عندي 16 سنه. اول ما رحت الاختبارات في نادي الزمالك، واختاروني ساعتها كابتن بدر حداد الله يرحمه وكابتن هشام يكن، وربنا كرم بقى لعبت سنتين في الناشئين، وبعدين لغايه ما طلعت الفريق الاول ما شاء الله، وبعد كده من الزمالك بقى رحت الاهلي. اكيد كابتن اينو الكبير رحمه الله عليه كان ليه اثر بقى في حبك او عشقك للكوره وتحديدا للنادي الاهلي. اكيد طبعا. كان عمل معاك ايه في الفتره دي، في الفتره اللي قبل حتى ما تدخل فيها اختبارات نادي الزمالك؟ بصي، هو يمكن بابا الله يرحمه كان الناس كلها بتتنبأ من 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 صغري يعني ان انا هبقى لعيب كويس فعلا. فكان انت عارف حضرتك بقى انت بينك وبين نفسك كنت يعني كنت بتفكر؟ انا كنت دايما بشوف اللعيبه الكبار والناس مثلا بتصور معاهم في الشارع، كان نفسي ان انا ابقى لعيب مشهور زي الناس دي. كان كابتن حسام طبعا وحسام ابراهيم كانوا لسه موجودين قاعدين، كانوا موجودين بقى. فانا كنت دايما بشوف بقى الناس بقى بتتعامل ازاي معاهم في الشارع وكده، فانا كنت يعني على امل ان انا ربنا يكرمني في يوم من الايام يعني، فانا كنت بسعى لدي، فلما ربنا كرم ووصلت لها فاكيد ده بتبقى طبعا حاجه كويسه يعني، اللي انا كنت بتمناه حصل يعني. يعني كنت شايف حلمك قدامك، مش زي ناس كتير ما كانش الموضوع في دماغهم او رحت اختبارات وربنا كرمك، انت عشان كنت بتشوف نجوم كبار. أكيد طبعا. اتاثرت كمان. أكيد مش بس طبعا. والدك لا 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 مش بس بابا لا لا بس انا من اللي انا كنت بشوفه مع الناس، وهنا في مصر الكره يعني هي اللعبه الاولى او دي اللي الناس كلها بتركز معاها، اللعبه الشعبيه الاولى في مصر. فمع احترامي طبعا لكل الالعاب، لكن الكره هي اللي يعني بتعمل لك زي قيمه كده او حاجه في وسط الناس. فلما انا خدت القرار ومشيت في الموضوع، بس التفكير في فترتك يا كابتن معتز كان دايما الفكر رايح، فكر اولياء الامور ان انت تخلص مدرسه وتخلص دراسه وكره ايه يا ابني، ركز في الدراسه يا ابني. لا بس مش بس لا ده زمان، بس انت قبليك بشويه كان ساعتها الكوره لا ولازم الدراسه لكن دلوقتي كل اولياء الامور تتمنى. لا يعني انت العيله نفسها يعني، طبعا والدك هو طبعا عشان بابا طبعا فاحنا من مركزه يعني على يعني العيله، بقيه العيله كانوا بيشجعوك انك تلعب كوره ولا كله كان خلاص كله مشجع انك هي تلعب. بتبقى كمان لما بيكون حد كبير يعني طبعا في في البيت وكده، فبتبقى خلاص بيبقى عايزين ايه المسيره تفضل ايه تتوالى. والمدرسه كنت شقي شكلك؟ كنت شقي. كنت شاطر؟ انا لا ما كنتش شاطر. صح؟ لا ما كنت ابقى كداب لو قلت شاطر بجد يعني. والله والله ما كنتش شاطر. كفايه انه شاطر في الكوره هبقى شاطر في الكوره وفي الدراسه هيبقى صعب. الاثنين في واحد ما ينفعش. لا انا كنت مركز في الكوره قوي. لكن كنت عادي بخش امتحاناتي عادي، انا بكالوريوس تجاره. ما شاء الله. فلكن خدت شهاده. كمل لنا رحله برضو بعد يعني نادي الزمالك، وبعدين رحت النادي الاهلي. دخولك النادي الاهلي مش ازاي؟ ما فيش، يمكن اول ما المفاوضات بدات مع كابتن عادل القيعي، ولما كلم بابا طبعا النادي الاهلي كان الفتره دي متسيد طبعا البطولات وكان ماشي كويس، واي حد يتمنى يلعب في النادي الاهلي، فلما جاني الفرصه لا ما يعني ما فكرتش طبعا،
شرف ليا ان انا في النادي الاهلي، وانا كمان كنت مطلوب، كان مستر مانو جوزيه هو اللي طالبني، كنت انا لسه صغير. كان جات لك ازاي بقى فتره النادي الاهلي؟ الحواجه هو اللي طلبني بالاسم. بالاسم مانويل جوزيه قال انا عايز معتزل. عايز معتزل. فانا كنت ساعتها كمان ماشي في الزمالك السنه اللي قبل ما امشي فيها على طول، كنت ماشي كويس ورحت منتخب مصر 2006 بطوله كاس مع كابتن حسن. مع كابتن حسن كنت موجود، ما شاركتش بس كنت موجود في القائمه معاهم. والسنه دي كنت بجيب اجوان كتيره جدا وكنت ماشي كويس وكان سني صغير وبشوط من بعيد. فكان الحمد لله كان ربنا كرمني الفتره دي. فلما مستر مانويل باص قال لا ده يخدمني يعني قدام، يعني تعرف دايما النادي الاهلي يا كابتن بيفكر بيبص لقدام طبعا لما لعيب يبقى سنه صغير وماشي بشكل كويس. كان عندك كام سنه اينو ساعتها؟ انا رحت النادي الاهلي 2007 مش متذكر بقى، كان عندي سنة طويلة. انا دلوقتي 35 فمش عارف بس. طب نحسبها ونقول لك، نحسبها ونقول لك. فرحت طب ما نشوف التقرير. بالظبط هنعرف سنك، هو اللي يقول لنا هنعرف سنك من التقرير. اتفضل. عبر تسديداته القوية على المرمى وأدائه الرجولي في وسط الملعب وانتمائه للكيان منذ اليوم الأول، زرع حبه في قلوب جماهير القلعة الحمراء واكتسب ثقتهم في المباريات الكبيرة. إنه نجم النادي الأهلي السابق المعتز بالله إينو. لم يكن المعتز غريباً على كرة القدم، فهو ابن نجم الكرة المصرية السابق إينو الكبير، أحد أبرز نجوم النادي المصري في عصره الذهبي. ومنه عشق المعتز كرة القدم وتعلم مبادئها. ولد المعتز بالله إينو في 8 أغسطس عام 1984 ولعب خلال مشواره لعدد من الأندية، لكنه كتب السطر الأهم من مسيرته داخل النادي الأهلي. تألق المعتز بالله إينو في مركز لاعب الوسط المدافع، وامتاز خلال مشواره الكروي بتسديداته القوية التي كانت تعرف الشباك جيداً. ورغم الأندية الكثيرة التي لعب لها، إلا أنه أكد مراراً وتكراراً أنه أهلاوي حتى النخاع، وأنه لم يعرف طريق الانتصارات والألقاب إلا بين جدران القلعة الحمراء منذ انتقاله لصفوف النادي الأهلي في عام 2007. وعلى مدار 5 مواسم كان المعتز بالله إينو عنصراً مهماً دائماً في مباريات المارد الأحمر، وفاز مع الفريق 14 بطولة، منها لقب الدوري الممتاز في المواسم 5 كلها. ولذا دائماً ما يردد اللاعب أن فترة تواجده في القلعة الحمراء كانت الأهم في مشواره مع كرة القدم. عقب اعتزاله اتجه إينو للعمل في مجال التدريب، وبدأ مشواره من بيته الكبير حيث يعمل حالياً بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي من أجل اكتساب الخبرات اللازمة لتحقيق حلمه في أن يصبح مدرباً كبيراً. اهلا بحضراتكم مره تانية، ومعانا الكابتن معتز إينو. معتز، انت قلت ان الاختيار الاول لمانويل جوزيه كان عليك. واحنا عارفين طبعا من خلال اللعيبه، من خلال مشوار جوزيه في النادي الاهلي، انه كان شخصيه خاصه جدا وكاركتر خاص جدا. عايز اعرف الحوار، انت اول ما اتنقلت للنادي الاهلي عايز اعرف الحوار اللي دار بينك وبين مانويل جوزيه. هو كابتن، اي لعيب جديد لازم هو بياخده اول تمرين، اول ما انت بتخش النادي الاهلي اول تدريب لازم هو بيجتمع بيك. فاول ما انا رحت كنت ساعتها لسه مخلص البطوله الافريقيه، وكان معايا ساعتها، انا ما كنتش غريب عليهم يعني، كان معايا شوقي وحسن مصطفى واللعيبه كلها ومتعب، فما كنتش غريب عليهم يعني. فلما دخلت اول يوم قالوا لي تعالى قبل التمرين مستر مانويل عايزك. فدخلت لقيت الجهاز كله، كابتن حسام بدري وكابتن علاء ميهوب وكل الناس قاعده، كابتن احمد ناجي. فالراجل قال لي انا طلبتك بالاسم وانت لعيب كويس واحنا متابعينك، يعني بيديني الثقه. اوكي. وان شاء الله هتبقى اضافه لينا وهتبقى عند حسن ظننا. فانا برضو قلت له، كان مترجم قاعد، قلت له اتمنى طبعا ان انا اكون عند حسن الظن، وده شرف ليا اللي انت تختارني وشرف ليا اللي انا العب في النادي الاهلي. فدي كانت البدايه. فرحب بيا بقى، نزلنا التمرين رحب بيا في وسط اللعيبه كلها. واول ما دخلت في التشكيل الاساسي. كان اول مباراه كنا داخلين على السوبر مع الاسماعيلي قبل الدوري. فالسوبر بتاع الدوري باسبوع دي كانت اول مباراه لي. راح ملعبني انا كنت جاي جاهز عشان كنت لسه مخلص المنتخب. فكنت جاي راح مديني على طول اول مباراه مع الاسماعيلي، كسبنا ساعتها السوبر مع الاسماعيلي. مين كان بيلعب جنبك ساعتها؟ كنت انت في وسط الملعب؟ كنت انا وحسام عاشور. انت وحسام. انا كنت دايما ال5 سنين انا قعدتهم، انا قعدت 5 سنين في النادي الاهلي واخد 14 بطوله، ما شاء الله الحمد لله. فال5 سنين كنت اكتريت وقت يعني، لعبت جنب شوقي شويه ولعبت جنب انيس بوجلبان شويه،
وعاشور فارس برضو كان لعيب كويس. طبعا. كان لعيب وحسام كويس. غالي لما رجع من السفر بعد ما رجع ما رجع لعبت جنبه شويه، بس الاكتريه كنت بلعب جنب عاشور. يعني انت وعاشور يعتبر دويت، كنا في اوضه واحده. طب كمان كويس، ما هو 5 سنين اوضه واحده. طب انت اول مباراه ليك مع الزمالك وانت بقى في النادي الاهلي، اول مباراه ليك كمان جبت جون صح؟ وبيقولوا عليه هدف صاروخي يعني. افتكر صح، كانت كواليس الكواليس ايه؟ مش عارفاه ولا كواليس لا شفته قبل ما ادخل طبعا، ما لازم نذاكر الضيوف كويس. لا ما شفتوش ساعتها، مش عارفه كنت فين ساعتها. طيب يعني مش عارف بجد. طيب مش فاكره. انت الهدف ده كمان اكيد ليه ذكرى عند المعتز بالله. بصي انا كمان الهدف ده بالنسبه لي كنت اي لعيب بيجي من الزمالك الاهلي او من الاهلي الزمالك بتبقى الموضوع فيه حساسيه شويه يا كابتن، عشان ده طبعًا النادي المنافس ليه اكيد. فانا اول ما نزلت الملعب تعرضت شويه لهجوم شويه من الجماهير، من الجماهير وده طبيعي. بس ده طبيعي. وكان مستر مانويل ساعتها يعني اتكلم معايا في الموضوع، قال لك بقى يعني قال لي قبل الماتش بيقول لك ما تردش هتنزل هتلاقي كذا وكذا وكذا. قال لي حط قطن في ودانك كده بالظبط في المحاضره. قال لي انت هتعمل حسابك، انت هيحصل معاك كذا كذا كذا. فولكن جمهور النادي الاهلي بقى بعد ما جمهور الزمالك يعني خدت طريحه كويسه، فجمهور النادي الاهلي رد بقى بيرجع لي الثقه تاني. وانا كنت ساعتها الفتره دي كمان كنت مصاب، يعني اتصبت اول ما جيت، فلما رجعت ما بداتش المباراه دي. كان مستر مانويل معدني على الدكه مباراه الزمالك دي بتاعه السوبر. ده كان كنت راجع من اصابه فقعدت احتياطي. فاداني في اخر حوالي 10 دقائق كسبنا ساعتها. كابتن احمد حسن جاب جون وانا جبت الجون الثاني اللي هو جون المكسب ده. وكان جون الحمد لله كان جون جميل يعني وشكله حلو. واي حد بيجيب جون في ماتشات القمه هو دي اللي بتفضل في الاذهان عند الجمهور زي يعني لغايه دلوقتي وانا ماشي الناس كلها فاكره اللي جون الزمالك بتاعينه، الناس بتتذكره لحد دلوقتي. لا هي طبعا مباراه الاهلي والزمالك من زمان كان كمان كانت بتبقى فرصه يعني احنا كمان على مستوى الناشئين لما بنطلع ولد طالع عنده 18 سنه 19 سنه ويبدا يلعب مباراه الاهلي والزمالك دايما بتقول لك مولد نجم جديد. دايما التوقع ان مباراه الاهلي والزمالك بتصنع نجوم. الوضع مختلف بالنسبه لك شويه لان كان الوضع حساس انك جاي من نادي الزمالك ومباراه مهمه جدا. طبعا طبيعي ان الجماهير انت كان عندك شعور انك في شعورين يعني انا لو مكانك احس ان انا طبيعي جدا ان انا هقابل التحدي دوت من الجماهير نادي الزمالك ان انا حاسبت وجودي اكتر. في جزء تاني ممكن يبقى اللعيب عنده عدم ثقه شويه وعنده خوف شويه فيأثر على ادائه يعني. قول لي احساسك كنت نازل ملعب واحساسك بعد ما جبت الجول. هي حته الثقه والخوف دي الحمد لله ما كانتش عندي عشان انا يعني وانا في الزمالك برضو بدايه وانا صغير اول ما اتصعدت اول مباراه ليا كانت ضد النادي الاهلي فانا بدات كبير يعني انا بدات دخلت ايه يعني خدت مخاضه قويه فانا خلاص من زمان وانا متعود على ماتشات القمه يعني انا مثلا ما كنتش احب العب مثلا اي مباراه تانية لا انا احب العب ماتشات الزمالك والعب ماتشات الاهلي طبعا. سواء هنا او هنا فالماتشات الكبيره دي زي ما حضرتك بتقول بتصنع النجوم وبيبقى فيها طبعا اقبال جماهيري كتير وغير في مصر بس يعني الوطن العربي كله فحتى اي واحد بيجيب جون بيعمل حاجه هي دي اللي بتفضل في الاذهان فانا حته الثقه دي الحمد لله كانت عندي انا ما كنتش بس الجماهير كان في وقتها تخض ما تخض طبعا وانت نازل الملعب ومباراه ومواجهه قويه برضه بس انا واثق اللي كان جمهور الاهلي كان واقف في ظهري يعني عشان هو اللي كان دايما بيديني الثقه هو اللي بيشجعني انا تعرضت بس للضغوط يعني من ناحيه الزمالك من جمهور الزمالك عشان ده امر طبيعي اللي انا كنت لسه سايبه وماشي فكان امر طبيعي زي ما الخواجه قال لي في المحاضره فانا كنت عامل حسابي اللي هو هيحصل كده بس دخلت قلوب الاهلاويه بسرعه بعد الماتش ده خاصه انت سجلت الجول يعني بس هم كده كده بيحبوني مش عشان الجول لا بس انت برضو يعني انت لعبت مباراه قلنا مهمه وكانت قدام الزمالك وعملت فيها يعني عملت فيها شغل كويس فده برضو يعني انا لما جبت الجول لو حضرتك شوفوا انا كنت بجري انا مش عارف اروح كنت طالع من الاستاد جابوك من البيت لولا احمد السيد هو اللي مسكني عشان كده هتجي لنا احمد السيد ان شاء الله بالفقره اللي جايه احمد السيد هو اول واحد انا نطيت عليه لا بس اكيد ليه اثر ايجابي يعني طبيعي ان جماهير النادي الاهلي كانت بتحبك لعبت منتخب مصر ساعدك كمان على فكره انك تخش كان معاك شوقي ومتعب في المنتخب فده كمان اعتقد ساعدك كمان انك تخش بسهوله الفريق ويبقى كانت ساعتها كمان في يعني الفتره اللي انا كنت ماشي فيها دي كانت المفاوضات كانت شغاله فانا كنت ايه عارف هو كان عقدك انتهى اينو لا انا كان فاضل لي لسه 6 شهور في الزمالك اوكي وبعدين انا مضيت خلصت في الاهلي والزمالك كانوا ساعتها لما عرفوا قعدوا معايا كان من حقك يعني قبل عقدك ب6 شهور ممكن تمضي يعني ساعتها بقى اتقال اينو مضى في وقت غير قانوني وكده لكن انا كنت ماضي في وقت قانوني وساعتها اتعرض عليا ان انا اقعد في الزمالك
واقول لحضرتك اللي انا اتعرض عليا فلوس اكتر من اللي انا كنت هاخدها في الاهلي، عشان لما عرف طبعا النادي الزمالك انك رايح النادي الاهلي فعرض يعني أكتر. عرض بس انا خلاص كنت مضيت، وانا كنت حابب اللي انا اروح النادي الاهلي، يعني انا بحب النادي الاهلي وانا كنت حابب اللي انا اروح النادي الاهلي. فالحمد لله ربنا كرمني. عملت كم بطوله مع النادي الاهلي؟ حققت كم بطوله؟ 14، خدت 14 بطوله مع الاهلي من افريقيا بقى، الدوري السوبر كله بقى. احنا قلنا محلي وقاري ودولي، يعني انت حققت ما شاء الله كتير. بس اعز بطوله ليك تعتز بيها؟ في بطوله 2008 اللي هي كانت ضد القطن الكاميروني، بطوله افريقيا، وبطوله السوبر اللي انا جبت عشان انا شاركت بقى وجبت فيها جون. فالجون ده كان ببطوله، فطبعا ده كان بطوله عزيزه عليا. وبطوله 2008 اللي هي مع القطن الكاميروني دي، ورحنا خدناها من هناك واحتفلنا هناك، دي كانت برضو بطوله صعبه. فيعني اعتقد ان البطولتين دول اغلى بطولتين يعني. والخمس سنين اللي انا قعدت فيهم في النادي، خمسه دوري حققت فيهم بطوله الدوري. النادي الاهلي طبعا يعني يعني انا عايز اخرج شويه من الحته ديت. وانا يعني في الاعداد قالوا لي كوميدي جدا، دمك خفيف قوي، فعايزين نعرف يعني موقف كوميدي مريت بيه في كواليس غير الكولا. طب انا ما قلت لهم ايه الكولا دي، فقالوا لك الكولا. الكولا ايه يعني؟ ايه الكولا يعني؟ هي مكتوبه عندي الكولا. لا مش عارف ايه الكولا. طيب. لا هو المواقف كانت كتير. احكي لنا. احنا كمان يا كابتن كنا، عارف حضرتك ايه، كنا شله يعني. مين كان؟ انا عارف الشله بتقعد ورا في الاوتوبيس. أيوة خالص. انا عارف لا، وفي المعسكرات لينا اوضتين كده. أيوة. بس هي كانت اوضتين جنب بعض، لازم كونكشن. بس الاوضه بتاعتي انا كان كله بيتجمع فيها، انا كنت بقعد انا وحسام عاشور. انت وحسام عاشور دي الاساسيه. مين بقى التانيين؟ كان احمد صديق. ايوه. احمد عادل عبد المنعم، محمد سمير اللي هو مدافع المقاولين، احمد عادل بكرايت، احمد السيد. كل ده اينه كنت بتقعدوا فين؟ كل ده تتلموا تتلموا فين في الاوضه دي كلها؟ الاوضه كانت بتبقى مليئه، احنا كنا بنزق السريرين كده كابتن عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل ايه بقى في الاوضه قدام كل دول يعني؟ انت كنت بتعمل ايه؟ لا كان فيها كل حاجه. ايه بقى؟ ايه كل حاجه دي؟ كل حاجه، كل ما تتخيليه كان بيبقى فيه، اللي هو زي ايه يعني؟ وشرب ولعب وبلاي ستيشن وكوتشينه وكل حاجه. لدرجه اللعيبه الكبار، مره الكابتن ابو تريكه دخلنا بالليل، هو بينام بدري. ايوه. ما انتوا طبعا صوتكم عالي. الصوت بقى احنا مره كسرنا فيه يعني بدون ذكر اسماء، كسرنا الاوضه، في حاجات في الاوضه الاباجوره والحاجات دي كسرناها من الهزار، واتخصم هناك كابتن حسام بدري، اتصلوا بيه الريسبشن وقالوا له في الناس مش عايزه يعني الجست اللي في الفندق مش عارف ينام. فكنا بنعمل حاجات. قول لي ابو تريكه خبط ايه؟ كان طبعا بينام بدري. انا عارف ابو تريكه هو شم ريحه الاكل فجاه. كنا جايبين كبده وسجق، فشم الريحه وجه قال له ايه؟ قعد بقى يقول لي انتوا ايه اللي انتوا عاملينه ده، احنا كنا عندنا ماتش يعني ماتش في افريقيا، ماتش مهم تاني يوم. فبس احنا كنا، كان في ميزه بقى اللي احنا بنفصل يعني. كنت لسه هقول لك عشان الناس بس ما تفتكرش ان المعسكر بيبقى سايب. لا لا لا، لكن انا بتكلم كنا بنفصل يعني في وقت محدد ليكم انكم ممكن جدا يبقى في وقت تقعدوا مع بعض. وده على فكره كان بيحصل في اوروبا يعني، عشان الناس برضو ما تفهمش الموضوع غلط، الكلام ده مش في مصر يعني. احنا حتى في اوروبا المدرب بيقول لنا بعد العشاء اتجمعوا في اوض مع بعض، اتكلموا مع بعض، ده بنوع من انواع انك ريلاكس يعني، بيفك التنشنه بتاعه الماتش. لكن طبعا ما بنخرجش عن النص، فهو دوت شيء ايجابي، مش يعني عشان الناس ما تفهمش غلط. لا، تجميعة اللعيبه بيلعبوا مع بعض بلاي ستيشن شويه، ممكن حد يطلب اكل شويه طبعا باذن من المدير الفني. فكل دوت حاجات بتقرب جدا اللعيبه من بعض، زي ما انت عارف يا معتز ان الحاجات ديت بتقربكم جدا من بعض. كان في حب يا كابتن. بالظبط بالظبط يعني، وكان ربنا دايما بيكرمنا، وكنا بنعمل كل الحاجات دي وبننزل نكسب وبناخد بطولات وماتشات مهمه. فالحمد لله كان ربنا كرمنا. فبس احنا زي ما بقول لحضرتك، احنا كنا بنفصل الكلام ده بره الملعب، لكن مجرد ما بننزل التدريب او المباراه لا، الموضوع. بس انت برضو هربت من السؤال وما قلتش اي مواقف حصلت او انت. لا ابو تريكه خد كبده ولا ما هو جه قاعد يقول ايه اللي انت عامله ده؟ قلت له ما تقعدش تدينا في مواعظ، هتاكل هاكل مش هتاكل. راح بص الاكل كده عجبه، قال طب هاخد واحد كبده. لا انا قصدي المقالب كمان يعني، هو صاحب مقالب كبيره برضو مع زمايله. عملنا حاجات بقى، ده في حاجات ما ينفعش تتقال على الهواء. بذكرى ابو تريكه على فكره، عشان برضو الناس تعرف ابو تريكه دمه خفيف جدا، كان معايا في الاولمبياد، والناس فاكره ان ابو تريكه يعني. لا بالعكس، هو لا خالص يعني، اللعيبه كمان يا كابتن بتحبه جدا، وهو شخصيه محترمه. كان في لعيبه كبيره
وكان في اللعيبه اللي هي الشباب المجموعه بتاعتنا، بس احنا ما كناش دايما بنحس اللي فيه يعني الفرق ده مش طبعا في احترام وفي طبعًا كل حاجه، لكن هم كمان كانوا يعني مش موصلين لنا اللي انا بقى انا كبير وانت صغير والتعامل بقى من هنا، لا ما كانش فيه كده يعني. كابتن بركات، كابتن شادي محمد، كابتن وائل جمعه، كابتن وائل كان بيجي يلعب معانا كوتشينا في الاوضه ويقعد، كابتن احمد بلال، كابتن احمد حسن، كل الناس الكبيره دي النجوم دي كانت بتقعد معانا، فالموضوع كان عادي بس في حب وفي احترام قبل اي حاجه، فكان كل واحد عارف دوره ايه. بس كنت متسرع في قرار الاعتزال؟ لا انا يعني انا ما كانش يعني نفسي ان انا امشي طبعا من النادي الاهلي، لكن انا اللي طلبت ان انا امشي من النادي الاهلي عشان ساعتها حسيت ان انا يعني مش هيبقى ليا دور، كان تريزيجيه لسه طالع وكان الكابتن حسام البدري بيعتمد عليه، كنا في المانيا في تركيا ده اخر معسكر ليا، وحسيت من بدايه فتره اعداد حضرتك عارف يعني بيبان بقى من خلال المباريات الوديه وكده، فلقيت ان انا بلعب 10 دقائق ربع ساعه، مع ان انا كنت يعني في عزي يعني وبلعب على طول ونهي الموسم كويس، بس دي كانت وجهه نظره وانا لازم طبعا احترمها، ففضلت ان انا اتكلم معاه. كان ساعتها كابتن سيد عبد الحفيظ موجود مدير الكوره، وقعدت معاه بعد العشاء قلت له يا كابتن بعد اذنك انا عايز امشي. طب ليه وازاي؟ انت من اللعيبه يعني كبار في الفرقه دلوقتي وكده. قلت له انا شايف ان انا مش هيبقى ليا دور وانا مش بحب ابقى موجود في مكان. ما اصبرت ليه شويه اينو يعني، ده انا عارف ده بدايه معسكر اعداد، احنا لعيبه عارفين انت بتحس المدير الفني رايح فين وتحس ان انا ادواري اللي جايه ايه، لكن ليه ما استنيتش شويه بعد بدايه ندمت الموسم؟ بقى بعد كده يعني انت يعني اللي بقوله صح يعني انت كان ممكن جدا ندمت بعد ما مشيت بقى من الاهلي. طبعا انا مشيت رحت حرس حدود نادي كبير ومنظومه عسكريه محترمه مع كابتن حلمي طولان، وبعدين رحت سنه طلائع الجيش مع كابتن انور سلامه وكابتن طلعت يوسف، فانا بتشرف طبعا على لعبت في الانديه دي، لكن بعد كده بقى بعد كل الرحله دي لا برضو اللعب في النادي لما قعدت مع نفسك بقى اللعب في النادي الاهلي مختلف تماما عن اي نادي يعني، بس هي دي سنه الحياه زي ما بيقولوا كل شيء نصيب يعني. والحمد لله انا رجعت تاني بقى من خلال التدريب بقى انا موجود دلوقتي في النادي. طب برضو نعرف الناس طبعا مبروك طبعا دي سنه ثالثه يعني انت مدرب عام مع كابتن ياسر رضوان في 2001 شخصيه محترمه جدا وانا اتشرفت بيه طبعا ان انا اشتغل مع كابتن ياسر رضوان، انا بقالي دي السنه الثالثه، كان كنت ماسك 2004 وبعدين 2005 والسنه دي الحمد لله تم تعييني مع كابتن ياسر رضوان 2001. كان عندكم اجتماع امبارح؟ كان عندنا امبارح اجتماع مع المدير الفني الاجنبي التشيكي الجديد ده شفناه امبارح. كان في اي اتفاقات تحب تقولها لنا كده اخبار خاصه احنا نعرفها اول تعارف. ناس كانت قعده تعارف بس يعني يمكن كان موجود مع كابتن خالد بيبو طبعا رئيس القطاع بقول له يعني الف مبروك المهمه الجديده مهمه صعبه طبعا وهو قدها ان شاء الله، وكانت قاعدة تعرف مع المدير الفني الأجنبي وهو راجل عنده فكر وراجل محترم جدا وبيتكلم معنا بكل احترام، فشفنا منه اللي هو إن شاء الله هيقدر يفيد النادي الأهلي يعني إن شاء الله. متفائلين طبعا، وكمان أنت عارف إيه كنا لسه بنناقش موضوع الناشئين وخاصة قطاع الناشئين في النادي الأهلي، المجلس الإدارة مهتم جدا بالقطاع دوت، وأنت عارف أنا اشتغلت برضو 3 شهور في القطاع، ف اللي شايفه من خلال حتى كلامي مع كابتن زكريا وكابتن محسن واعضاء مجلس الاداره مهتمين جدا بالقطاع دوت وبيعملوا تخطيط جديد، وانا شايف ان المدير الفني على مستوى السي في مستوى عالي جدا، لكن زي ما بقول لك المستقبل طبعا ان شاء الله ما بيكونش بكره ولا بعده ولا بعده. انا كنت بتكلم معاك على عندك تقريبا في 2001 في 2 لعيبه موجودين في الفريق الاول دلوقتي موجودين فوق الفرقه دي كمان يا كابتن غير الفريق الاول حوالي 8 9 مع كابتن ربيع ياسين منتخب مصر عندهم كاس الامم 2001 2001 ف يعني فرقه ال 2001 دايما معروفه اللي هي دي من احسن الفرق في النادي عندنا في القطاع، فالحمد لله لما انا طلع القرار اللي انا امسكه انا فرحت ان انا هشتغل مع يعني انا كنت ماسك 15 سنه غير برضو لما بتمسك 19 سنه العقليه نفسها بتختلف، بتتعامل مع لعيب يعتبر خلاص فريق اول في 2 دلوقتي موجودين فوق عربي بدر و بس ال 15 سنه بتقدر برضو تشكله على مزاجك بتشكله يعني بس برضو هو لسه ما وصلش يكون اسهل بكتير من اللعيب الجاهز 19 سنه ده لعيب جاهز ده خلاص بقى ده المنتاليتي بتاعته اصلا خلاص انت بتتكلم مع واحد لا هو يعني الاصعب فعلا الاصعب انك تشتغل مع السن الصغير السن لسه الصغير بتكونه السن الصغير عايز ده سهل انك تكونه بالعكس لا هو يعني الكبير مع كابتن هاني عارف يعني الكبير ده خلاص هو بقى بيبقى اصلا خلاص متاسس واتمرن كتير وفهم الدنيا اكتر، لكن التاني ده بيبقى محتاج دايما محتاج مجهود اكبر انك تفهميه مثلا بوزيشن ازاي تقف في المكان الفلاني والكره في الناحيه الفلانيه ازاي عمليه الكفرنج يعني كلها حاجات مصطلحات في الكوره ممكن الاولاد الصغيرين وده كمان برضه ما يكونش فاهم قوي لسه مش فاهم غير 19 سنه طبعا 19 سنه مر بقى بكل الظروف دي وكل الحاجات دي، فانت بتتعامل مع حد خلاص فريق اول
ده شاب ده راجل. طب طمنا. انت طب ماشي كمل. لا 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 انا كنت يقول له طمنا كمان الناس عايزه يعني بكل امانه الناس كانت بتشوف ده نادي الزمالك دلوقتي عنده 2-3 لعيبه كويسين في قطاع الناشئين وبتاع، فاحنا كمان عايزين نقول لهم لا قطاع الناشئين في النادي الاهلي كمان فيه 3 أو 4 أو 5 لاعبين. طمنا انت كمان انت موجود بقالك 3 سنين في القطاع. طمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه هنشوف فيها ايه. لا والله انا بتكلم بمنتهى الامانه، مش عشان انا شغال في النادي بقول كده، لكن فعلا القطاع وحضرتك كنت موجود معانا وشفت، لا يعني القطاع فيه مواهب كويسه وفي حاجات يعني حاجات مبشره للفريق الاول، عشان الجمهور بس يبقى يعني مطمن، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيلاقوا ناس كتير. ودلوقتي في ناس بتتمرن فوق، عربي بدر بيتمرن وشكري بيتمرن فوق فالناس دي كلها يعني لو مش لعيبه كويسه اكيد الخواجه فوق مستر فايلر يعني مش هيطلبهم، مش هيضمهم للتدريبات. لا في وفي عناصر تانية كويسه، وفي 2000 واحد كمان زي ما بقول حضرتك حوالي 8-9 في منتخب مصر اساسيين مع كابتن ربيع ياسين، عندهم هيشاركوا في كاس الامم. فاذا يعني في قطاع الناشئين فيه عناصر كتيره كويسه، وانا كنت ماسك كمان السنه اللي فاتت 2005 15 سنه فيهم عناصر كويسه، فيهم لعيبه يعني ما شاء الله عندهم الفكر حتى بتاعهم تقول اللي لا ده لعيب كبير او ده في يوم من الايام هيبقى ليه شأن. فلا في عناصر كتيره كويسه في القطاع يعني ان شاء الله. الاجتماع بتاع المدير الفني التشيكي، ايه الخطوط العريضه اللي حطها قدامك وقال احنا البلان او الخطه اللي جايه عايزين نشتغل عليها على 1-2-3 عشان برضو نعرف ونتابع كمان؟ واحنا على فكره نوعدكم ان شاء الله، وهتكلم مع طبعا المعدين بتوعنا ان شاء الله باذن الله يكون معانا حلقه خاصه مع المدير الفني التشيكي، لان مهم جدا جدا الملف ده كنا بنتكلم فيه قبل حتى قدوم المدرب، ان احنا عايزين نتابع اولادنا، عايزين نتابع الناشئين بتوعنا، هم دول زي ما بيقولوا المنجم بتاعنا. فان شاء الله نتابع مع المدير الفني يعني قريب جدا ان شاء الله. هو الراجل احنا يعني لمسنا فيه اللي هو يعني فكره عالي، عايز يطبق حاجات في دماغه. طبعا قال لكم ايه يعني هعمل ايه؟ قال لي هعمل ايه اول حاجه؟ هي كانت تعارف ما اتكلمش في شغل قوي، لكن احنا يعني حسينا منه اللي هو يعني عايز يعمل شغل كويس، هيبقى موجود دايما متواجد في التمرين، مش هيتاخر، هيبقى في محاضرات دايما للمدربين، والراجل رحب قال اي حد عنده مشكله، اي حد عايز يستفسر عن حاجه هيبقى في يعني دايما قعدات وفي اجتماعات معاه كمدربين يعني. فالراجل انا شايف اللي هو يعني حد محترم وسنه مش كبير فقريب من المدربين، فدي برضو يعني ممكن حد يتحرج يروح له، لا الراجل يعني شاب زينا، يمكن في مثلا مدربين كمان ممكن تبقى اكبر منه، فده برضو بيسهل العلاقه بيننا وبينه يعني. امبارح كان في لقطه كده زعناها مع واحنا يعني هم بيصوروه، كان بيتفرج على دولاب بطولات النادي الاهلي، كان جنبه كابتن خالد بيبو وامير توفيق. لما كان اللي هو هيشتغل انا عارفه لكن لما بقى وجها لوجه كده وهو بقى باصص على البطولات خض مكوس، بكلم بجد والله، كان تعليق كان بيقول لكم ايه يعني؟ ايه الكلام اللي دار ما بينكم ما بينه؟ لا هو طبعا الراجل اول ما قعد رحب يعني رحب بالنادي وقال اللي انا مبسوط اللي انا شغال في في في, في يعني في اكبر انديه افريقيا النادي الاهلي، فهو عارف قيمه النادي الاهلي طبعا. وعارف الانجازات اللي الاهلي محققها، وقال انا كنت متابع وشكر في النادي الاهلي جدا، وهو حابب قال انا حابب ومش هتاخر باي جهد عليكم للقطاع او للمدربين او اي حاجه. فهو الراجل بتمنى له اللي هو يبقى يساعدنا ونقدر نعمل حاجه كويسه تخدم في الاول وفي الاخر الفريق الاول، وهو قال كده كمان، قال لاي ناشئين في الدنيا رقم واحد كل ده بيعمل طبعًا. عشان يعني الفريق الاول بنخدم الفريق طبعًا. الاول والمنتخبات الوطنيه طبعا، فبتمنى له التوفيق. كان في عندنا برضو يعني ان شاء الله الفكر ده يتغير الفتره الجايه اينو من خلال قطاع الناشئين، ان كان وانت عشت القصه ديت ان كان المدرب همه هو الحصول على بطوله، في حين ان الهدف الاساسي ان انت لازم تطلع او تطور، انت دورك انك بتعلم الولاد، فدورك انك تطلع لعيبه مش لازم تكون بطوله، طبعا بطوله عشان تعلم ولادنا انك لازم تاخد بطوله، لكن الفكر ده برضو يعني اكيد هيتغير الفتره اللي جايه، ان مهمتك انت وكابتن ياسر رضوان مش يعني يا فرحتي اخد بطوله الجمهوريه تحت 18 سنه وما طلعش 3-4 لعيبه، لا انا عندي مهم جدا ان اطلع واطور اداء 4-5 لعيبه يفيدوني مع الفريق الاول، ومش مشكله حتى البطوله. اكيد طبعا. ايه رايك في الكلام ده؟ والكلام ده كان فعلا يعني ده فكر الفكر اللي جاي، والفكر اللي فات كان ايه يعني؟ ده رقم واحد اكيد طبعا، ويمكن كابتن محمود الخطيب كنا مجتمعين معاه من 3 ايام وقال كده، قال اللي احنا كلنا بنخدم طبعا الفريق الاول وكلنا بنخدم النادي واحنا كلنا تحت مظله النادي الاهلي،
فكل الناس اللي بتشتغل دي اكيد نفسها تخدم فوق، عشان يعني انت عارف حضرتك دلوقتي ايه الاسعار بتاعت اللعيبه والشراء والحاجات دي. طب ما انا عندي في الناشئين، وممكن لعيبه عندي في الناشئين يعني مش هياخد نفس المبالغ اللي انا بجيب بيها حد من بره، واسمه ابن النادي هيخدمني اكتر حتى من اللي جاي. فده اللي احنا بنشتغل عليه، وعايزين عايز يعمل انجاز. وهو الولد اصلا كمان يعني بيبقى فرحان، وكل الولاد نفسها اللي هي تطلع الفريق الاول. بيخدم بيته، بيخدم ناديه اللي اتربى فيه واكل فيه وشرب فيه، فدي بتبقى حاجه كويسه غير لما انا اروح اشتري من بره. فانا عندي يعني انا عندي، فاحنا بنشتغل على دي اللي احنا نخدم الفريق الاول بس. وكمان بالنسبه يعني للبطولات، معروف اللي دايما النادي الاهلي ما شاء الله بياخد يعني بس في مش كل المراحل السنيه يعني. انا عايز اتكلم ان ما يكونش الاساس او الهدف التارجت هو انك تاخد بطوله، لا، انا دايما التارجت بالنسبه لقطاع الناشئين، التارجت بتاعي ان انا الاولويه مع البطوله الاولويه، لا ان انا لو طلعت 2-3 لعيبه لا ده بالنسبه لي افيد. احنا بنشتغل بقى على الاثنين، اللي انا رقم واحد بركز وبتمرن وبعمل شغل، انا برده عايز برده احقق بطوله، ولما الدنيا بتمشي وطالما بحقق بطوله يبقى عندي اكيد عناصر كويسه، هي دي من ساعتها بقى يعني بتتشاف العناصر دي، بتتشاف اكيد من البطوله، والراجل اكيد هيبقى يعني منه اللي احنا عرفناه اللي منه على طول لمستر فايلر، فعاملين زي خطوط مع بعض وقعدات مع بعض، فاكيد هيقول له انا عندي كذا وكذا وكذا، اكيد الراجل كمان فوق اكيد هياخد يعني من كلامه. طب بمناسبة البطولة، احنا عندنا بطولة مهمة جدا غير بطولة الدوري طبعا، بطولة افريقيا، وداخلين عليها ان شاء الله خلاص في وقت قريب جدا. شايف مستوى الاهلي ازاي خاصة بعد ما لعبنا مع انبي؟ شايف يعني دي كانت طبعا تمهيد، مباراة تمهيدية، بس بطولة افريقيا كمان مهمة وبطولة مهمة قوي للاهلي. شايف شايف يعني احنا فين؟ لا احنا بطوله افريقيا دي دايما عند جمهور النادي الاهلي يعني دي البطوله، لا طبعا خاصه طبعا بنقول عليها بطوله الاهلاويه. فانا شايف طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كنا يعني الدوري واقف عشان موضوع كورونا وكده، لكن مع الوقت والاهلي اكيد هيلعب مباريات كتيره قبل افريقيا، فده هيبقى اعداد كويس طبعا للعيبه. وانا شايف ما شاء الله يعني من خلال المباراه اللي فاتت، لا يعني تحس ان هم واقفين على رجليهم، والراجل عامل يعني شغل كويس ومجهود كبير مع اللعيبه، واللعيبه يعني كلهم نجوم دلوقتي ما شاء الله، فحاسين بقيمه افريقيا وعارفين ان البطوله دي بتبقى مهمه جدا عند جمهور النادي الاهلي. فاعتقد ان محدش هيأثر، وبعدين احنا كمان وصلنا خلاص، انت بتلعب قبل النهائي فالموقف ما فيش تهاون. فلا لعيبه النادي الاهلي دايما على مر التاريخ بتبقى في المواقف الصعبه بتسد. طب قبل المواقف الصعبه كان في المواقف الكوميديه برضه حضرتك لا احنا معانا واحد من المجموعه ديت على التليفون. ربنا يستر بقى ربنا. قول الو. الو يا اينو. ايوه مش هعرفك. مش هعرفني طبعا، ده هو بنت يعني واحد فلسطيني كده. واحد ده رمزي. يا رمزي. حبيبي يا اينو، طبعا مساء الخير يا استاذ سهام، ومساء الخير كابتن هاني، ويعني فرصه ان انا ابارك لكم على البرنامج والتطور اللي حصل في قناه الاهلي، حاجه بصراحه جميله تليق بالنادي الاهلي. لا منورنا واهلا بيك في البيت الكبير يا رمزي. رمزي من حراس المرمى، رمزي صالح. طبعا اللي عندهم بصمه على مستوى انديه كتير في مصر، كان بيجي يقعد في الاوضه برضه. انت بقى اللي هتقول لنا ايه اللي كان بيحصل في الاوضه يا كابتن رمزي، عشان هو مش عايز يقول موضوع الكله واللي كان بيلزقها بجزمه زمايله. الكله انا قريها الكله وهي الكله. انت بقى تحكي الموقف ده لو كنت حضرته يا كابتن رمزي. لا احنا هنسيبك مواقف ثانيه. لا هو ايه بصراحه يعني مبدئيا هو بيحب الاكل قوي. ما هو قال ايه ده بحب الاكل، وبعدين في جمله قالها لوائل جمعه انا عمري ما انساها الصراحه. قال ايه؟ قال له ايه؟ قال له انا نفسي اخد منك حاجتين، قال له بلتك اللي بزايد وسمنت رجلك. لا معروفه. بص وائل جمعه معروف يعني ما شاء الله. لا ما شاء الله يعني كان يقعد يقول لي كان بيلبس بنطلون على طول عشان بيخاف مني من الحسد. لا وبعدين اينو مره في الانجليزي بسم الله ما شاء الله يعني مره بتخانق مع واحده بالانجليزي قال لها بتعلي صوتها فبيقول لها فوليوم نو فوليوم. ما تعليش صوتك. طب صوتها اصلا عالي ليه؟ وهي اصلا صوتها يعلى ليه؟ والله وهو يقول لها كده ليه؟ لا ده احنا كنا مسافرين كنا في كينيا تقريبا. ايه؟ انه من الناس مش فاكر والله العظيم بالظبط. هو بيحب ينكش. ايوه هو بيحب النكش صراحه هو مؤذي.
وكان على طول هو يعني بص هو من اخف دم الناس في الفرقه بصراحه، والواحد بيتشرف انه كان موجود مع مجموعه زي دي، زي الجيل اللي كان موجود. على قد ما كان في جديه في التعامل مع الماتشات والتعامل مع البطولات، لكن على قد ما كان في ناس يعني ايه احيانا مش كل وقت الشده لازم بتبقى موجوده، في ناس كده لازم يبقى دمهم خفيف يعني تنشر الابتسامه. وهو تقريبا كان بيعمل الحاله دي في المعسكرات وما بينكم يا كابتن؟ طبعا طبعا انسان جميل ودمه خفيف، وما فيش مثلا حد ما بيحبش اينو بصراحه. ربنا يخليك يا رمز. ايه رايك اينو؟ لا رمزي طبعا كان جون كبير، وانا اتشرفت يعني اللي انا لعبت معاه طبعا، ومن الشخصيات المحترمه جدا، واحنا كنا بنعتبره يعني مصري زينا يعني. هو ده حقيقي، ده هو عارف حاجات احنا ما نعرفهاش كمان من كتر ما لف في البلد وعايش في البلد. فرمزي انسان محترم ومهذب كمان بعيد عن وحارس مرمى كبير مستوى، وحارس مرمى كبير طبعا، وحقق بطولات كتير مع منتخب فلسطين. ايه كان اهمها يا كابتن رمزي؟ انا واخد 2 دوري مصري، واخد وكان الموسم الاصعب بالنسبه لي كان موسم 2008 2009 كان يمكن ده الموسم اللي هو وصلنا ماتش فاصل مع الاسماعيلي، ما حصلتش من مده كبيره كانت في الدوري المصري. فالموسم ده كان بالنسبه لي صعب قوي، واخد برده دوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي والسوبر ما في اي حد بيعدي من جنب النادي الاهلي بياخد بطولات، وهو ماشي ياخد يعدي ياخد بطوله ويمشي. فاكر فاكر سفرية مجرد وجودي كان في النادي الاهلي كان شرف عظيم، ونقل يعني كانت نقله نوعيه في حياتي 90 درجه بصراحه، غيرت لي حياتي. النادي الاهلي بيضيف لاي اسم يرتبط اسمه بالنادي الاهلي. صحيح. وخليني فرصه ابارك لإينو انه انا سمعت ان هو بقى مدرب عام ناشئين. مظبوط. اكيد الفرقه كلها هتطلع طبعا دمها خفيف. ماشي. لا غير دي كمان اينو من المدربين ان شاء الله الواعدين، ويمكن بقاله 3 سنين في قطاع الناشئين دلوقتي، كمان خطوه بالنسبه له خطوه مهمه جدا لفريق 19 سنه مع الكابتن ياسر رضوان. لكن ايده كان بيقول لك سفريه، سمعت كلمه سفريه؟ فاكر سفريه القطن الكاميروني؟ اه فاكر البطوله، فاكر اللي حصل في المطار؟ ايه اللي حصل؟ لا قول لي ايه اللي حصل في المطار. ده ناسي على فكره. انت ناسي؟ انت نايم؟ قول لي قول لي فكرني بس. اللعب في المطار والهزار والنوم في الارض و... ده كانت سفريه، ده اصلا النوم في الاوض هناك تحس ان انت نايم في الشارع. والطياره لما ضربنا بعض بالمخدات واشتكونا حاجه صعبه قوي. والطياره فاكر الطياره والضرب اللي في الطياره؟ لا لا بس الحمد لله رجعنا مبسوطين يعني. الحمد لله رجعنا. عدت المواقف الصعبه دي عدت، ما هي مواقف يعني بتخليك بتبقى فيها ذكرى حلوه كده يعني، المعاناه احيانا بتلاقيها جميله يعني. لا وانا رمزي كمان بتكلم ان هو الروح الحلوه دي، وان بيكون في روح دعابه وهزار، ده ما بيخرجوش عن اطار التركيز والبطولات، وان ده جزء مهم كمان جدا، انه بيقرب اللعيبه من بعض بشكل كبير جدا، وبيبقى في حب ما بينهم. فالامور ديت دايما النادي الاهلي معروف، ودايما نجومنا الكبار لما بييجوا معانا الكواليس اللي بيحكوها، والناس يعني بتسمع الكلام ده اينو الناس يعني بتتخض. لا ده الكلام ده بيحصل، الناس فاكره ان كل 2 في اوضه والموضوع لا لا لا. لكن وبعدين يا كابتن بالنسبه للسفر كمان لازم نعمل كده. انت عارف حضرتك المعسكرات دي بتبقى طبعا يعني فيها سنه ملل شويه طبيعي، فاحنا لازم نعمل كده عشان نضيع الوقت. بالنسبه للسفر مثلا لما بنسافر 13 و14 ساعه، يعني انا فاكر لو احنا رايحين كاس العالم الانديه في اليابان اكتر من 20 ساعه صحيح. ناكل ونقوم وننام واحنا في الجو، ناكل ونصحى ونقوم واحنا كامل في الجو يعني. لا ده كمان ده لما سافرت قبل كده بطياره حربيه، بس وانا في حرس الحدود رحنا حربيه مره. صعبة. سافرنا بطياره حربيه صعبه جدا يا رمزي. احنا كنت بقول لك مره سافرنا بطياره حربيه ما فيهاش كراسي طبعا، جنب الطياره ما فيش كراسي، وفردين يعني بطاطين ومخدات على الارض ونايمين، وفجأة وانت نايم تلاقي رجل حسام حسن على وشك ولا ابراهيم عزت، فالموضوع بيبقى صعب جدا. انت كنت عايز تقول حاجة؟ اتفضل. طبعا شوف حتة الهزار دي الألفة اللي موجودة في الفرقة دي مهمة جدا يعني، رغم ان انت بيكون عندك مشدود وعندك ماتشات، بس كل ما بيبقى مثلا بتسافر قبل الماتش ب 48 ساعة طبعا، كل ما بيقرب الماتش كل ما التركيز بيعلى شويه. لكن كانت ميزه الجيل اللي موجود في النادي الاهلي
انه كان بيفصل يعني بره الملعب حاجه وفي الملعب او وقت الماتش او وانت رايح على الماتش بيبقى تركيز وتبقى مود تاني خالص. فالحاجه دي اللي اتعودنا عليها في النادي الاهلي بصراحه واللي انا اتعلمتها وقدرت انقلها في منتخب فلسطين الكلام ده. يعني بره الملعب حاجه وقبل الماتش ووقت الماتش وفي التمرين بتاعك حاجه تانية خالص. استعدادك للماتش حاجه تانية. طبعا الهزار ده بطل. في مسؤوليه يعني لانه الهزار لان انت برضو اللاعب بيكون عليه ضغوط كبيره فما ينفعش تفضل على طول مضغوط في وقت بيبقى لازم يبقى اللي هو جو الهزار ده يبقى موجود عشان انت نفسك الضغط العصبي يقل عليك. لكن وقت بقى ما تبدا وانت في يعني حتى لما احنا بنهزر او بيبقى في مود لطيف ده بيشحنك او بيخليك مستعد ونفسيا افضل افتكر يعني طبعا بيبقى الموضوع بيفك التنشن يعني بس يعني انا فاكر مره كابتن رحت يعني كنا عندنا مباراه وانا في الاتوبيس فحاولت بس حاولت ان انا اركز يعني جامد شويه ما هزرش اتغيرت بعد في الدقيقه 27 لعبت وحش عشان ما هزرتش حاولت بقى ان انا بقى اقعد كده لغايه ما اروح الاستاد وما بتكلمش وما هزرش وما حاولت بس كده اتغيرت في الدقيقه 27 امال عملت ايه في الكورونا بقى لازم نعرف بس بعد ما نختم مع كابتن رمزي صالح اللي بنشكره جدا كابتن رمزي شكرا ليك شكرا ليك شرفت بيك لو الف مبروك على البرنامج وسعيد بمداخلتي معاك شكرا الله يبارك فيك شكرا كنت بتعمل ايه بقى وانت واحد ما بتقعدش معسكرات لا في المعسكرات وغير المعسكرات شخصيتك معروفه يعني لا بس انا ما بحبش كنت بتعمل ايه مش بحب اللي انا كنت بجد مقضي في المعسكرات اخش الاوضه دي اطلع الاوضه دي اخش هنا انكف في ده شويه اهزر مع ده شويه طب لما جت جائحه الكورونا كنت بتعمل ايه بامانه نحط حاجات في الجل عشان ما يحطها في شعره قعد 3 ايام يحطها في شعره لغايه ما اتحرق مين ده كان ايه ده كان ايه حسام كنا في المعسكر مره وشهاب شهاب الدين فهو اللي ايه يعني اداني السكه كده فقال لي تعالى فهو كان شهاب قاعد في اوضه ثانيه وانا وحسام عاشور فخلينا عاشور بره ورحت داخل ايه جبت الجيل بتاع عاشور كان بيحب يحط جيل على طول كده ولازم يبقى شعره مبلول فجبت انا الجيل بتاعه وقعدت حطيت عملت له ايه خلطه كده بس خلطه بقى ايه حاجات يعني اللي هي ايه بقى عملت ايه حاجة. حطيت ايه على الجيل بتكلم جد والله عايز بلاش نقول لا 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 حطيت كل الاصناف بس في صنف ما ينفعش يتقال طب حطيت ايه يعني ايه عارف الحاجات يا كابتن في الفندق اللي بيبقوا حاطينها في الحمامات كده كل حاجه حطيتها له وفضينا زيت برفيوم كده حطيناها له ولقيت شويه سكر رحت حطيته له وشاي باكيت الشاي رحت فاكر باكيت الشاي ورحت حاطف طب هو كل صدق. ده ما خدش وبعد كده رحت حاطط له بقى شويه ميه ورحت قافل الغطا ورحت نرجنها عشان ايه كله بقى ايه يعمل في بعضه بقى يتخلط انت كنت بتعرف تخطط بقى والمقالب على كبير يعني بتعرف والله احنا ماشيين بالالكتريك ده ونقعد نكهرب بعض فالمهم قعدنا نعمل الجل ده عاشور قعد يحط منه 3 ايام وما حسش ومش حاسس وينزل بقى التمرين بقى ايه لدرجه في مره يعني شم الريحه بيفتح القلب شم الريحه كده فلقى اللعيبه كلها بتضحك وهو جاي عمال انت كمان انت قلت طبعا للعيبه كلها اللعيبه كلها عرفت يعني كله بقى كان عارف فهو جاي فالناس عماله تضحك في وشه في ايه فقالوا له بقى اللي انه ايه عمل لك الكمين ده وانت بقالك 3 ايام عمال تحط منه قال انا مش واخد بالي طب ما بيحرقكش طب ما بيوجعلكش شعر هو كل ده مش حاسس بيه خلاني انا في التمرين بقى بمناسبه الكله ومحمد شوقي راح قال له تعالى نحط الاينو حاجه طلعت حطولي في الجزمه كلها اللي هي بتلزق دي فانا بقى ايه سايق العربيه انا لبست انت لبست الجزمه وعايش بقى وماشي خدت إيه خدت شاور وبتاع وبعد التمرين وخدت العربيه وماشي عقبال ما رحت حلوان انا طول ما انا ماشي ادوس على الفرامل في حاجه في حرقان في رجلي لا رجلي في يعني في حرق انا عمال اقول سخونه يمكن اتخبطت في التمرين حد دخل في الانكل بس الحرقان تحت في بطن الرجل فالمهم ايه لغايه ما روحت بقلع الشوز مش راضي يتقلع لازق زي فيلم احمد حلمي مش راضي يتقلع فببص حطوا لي لزق اللي هو كل كان مقلبه ما هو عايز يرد فكان الحاجات دي بقى كتير بقى الهزار بس كانت كلها طبعا بحب يعني احنا كلنا اخوات كل ده حب طبعا ده موقف من ضمن المواقف ده كتير عندك لو. انا شايفه يعني بس احنا كان لازم نعمل كده عشان نضيع الوقت يعني بس انا عايز اخد من كلامك برضو معتز ان
في طقوس لعيبه الكوره، الطقوس اللي قبل المباراه ديت يعني، يعني الطقوس دي على كل اللعيبه على مستوى العالم. في لعيب يبقى هادي جدا وقاعد ساكت، في لعيب تاني تحس انه بيحط مزيكا وبيرقص بيرقص في الاتوبيس. وفي واحد يحط جل على سكر او يعني لا لا كان بتكلم على النقطه اللي هو ال 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 كل واحد وليه تركيزه أكيد. وانت لو عملت حاجه غير اللي انت متعود عليها قبل الماتش عشان اتغيرت والله ده والله اكيد ده اكيد اتغيرت في الدقيقه 27 ما كملتش الشوط الاول عشان كنت متنشن وعامل بقى في اللي انا رايح مركز و... دلوقتي غيرت. انت اتغيرت يعني دلوقتي يعني بقى اينو بقى اللي شويه ايه عقلت شويه عقلت شويه اصل انا خدت يعني كل الحاجات دي من كابتن محمد بركات بركات محمد بركات عارفه كان ما كانش برده كان عامل زي كده هم حتى مره بيسالوه في التلفزيون قالوا له مين اللي زيك يعني قال لهم الواد اينو ده هو اللي ده هي صدق صح هم جابوه مره في التلفزيون في حوار بعد المباراه قال لهم مين اللي شايف يعني ملك الحركات قال لهم بركات اينو يعني بعدين بركات برده كان في الاتوبيس ايه ما بيهزرش طب قبل ما نتكلم على بركات احمد صديق كان اخباره معاك ايه من ضمن الشله يعني صديق كان بيضحك بس يعني خبيث يقعد يعمل ويعمل ويعمل وبعدين ما يظهرش ويلبسني انا ويديني السن ويقف وهو يقعد يضحك يعني بيضحك معاكوا اول ما كابتن يبص او ده لسه ماسك معانا جه في التشكيل الجديد والله ماسك 2006 وكمان معانا دلوقتي على التليفون كمان احمد مساء الخير يا كابتن ازي حضرتك عامل ايه ازيك يا احمد اخبارك ايه تمام الحمد لله يا كابتن هنا اخبارك انت ايه الحمد لله حبيبي سمعت طبعا الاله معتزه سمعت بس احب ابارك لحضرتك طبعا وبالتوفيق كده ان شاء الله وتبقى دايما موفقه يا كابتن باذن ان شاء الله وجود لك انت كمان ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع قطاع الناشئين عندنا في النادي بالتوفيق يا رب يا كابتن ان شاء الله باذن الله ازيك اينو ازيك يا صدق ايه بس في ايه قول لي انا معاك اهو مفيش حاجه ما احنا لسه كنا قاعدين امبارح جنب بعض في الاجتماع في ايه لا صح جدا لا صدق من الناس المحترمه جدا يا كابتن بتحب بجد انك تتعامل معاه في اي حاجه سواء في الملعب او بره الملعب بجد يعني لا وكان بيقول ان انت يعني من ضمن الشله بس بتلبسه يعني بمعنى اصح ان انت بتضحك وتعمله اول ما الكابتن يبص كده او المدير الفني يبص قاعد ومركز وكانك ما عملتش حاجه لا مش قوي كده يا كابتن بالظبط امال ازاي قول لنا لا طبعا يا كابتن كلهم كانوا ناس محترمه جدا وزي ما حضرتك عارف يا كابتن احنا كنا بنعرف نفصل كويس جدا 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 بين طبعا بين قبل المباراه ووقت المباراه يعني وده كان المهم يمكن هو لسه سامعه كمان بيضرب مثل محمد بركات صحيح اكتر الناس اللي بتهزر ممكن يهزر قبل الماتش ما يبدا بدقيقه ومع ذلك مع صفاره الحكم بتلاقي حد تاني خالص يعني شخص تاني خالص ده حقيقي يعني انا برضو بركات كان معانا في المنتخب شخصيه طبعا. محترمه جدا وكلنا يعني تحس ان كله خلاص انت الهزار له وقته والجد له وقته واحنا فعلا كنا بنفصل زي ما انتوا بتقولوا كده عشان برضو الناس ما تفتكرش ان العمليه كلها كانت تهريج لا وقت الجد جد ووقت الهزار وخلي بالك احنا كلاعيبه وانت عارف يا معتز كنا بنقعد مع في معسكراتنا اكتر ما بنقعد في البيوت يعني خلاص احنا بقينا عيله اذا كان على مستوى النادي في معسكرات وفي النادي او من خلال منتخب مصر فالفتره اللي بنقضيها فتره طويله جدا جدا بينا على البيت وخلاص بقينا كلنا اخوات فبنتعامل كاسره ولكن بيبقى في اوقات فعلا خلاص احنا مركزين عندنا حاجه مهمه بنركز فيها فده طبيعي جدا و طمنا بقى على قطاع الناشئين كمان انت نقول لك مبروك ماسك فرقه كام 2006 يا كابتن ده اول سنه في القطاع يا احمد ولا كنت شغال انا كنت بقالي سنتين مدير الاكاديميه في الامارات الحمد لله الحمد لله قدمنا يعني بشكل كويس جدا في الامارات بفضل الله يعني لكن في القطاع دي اول موسم ليا وان شاء الله يبقى موسم موفق كده طبعا وبقى عند حسن ظن الجهاز اللي موجود معانا بقياده كابتن خالد ديبو طبعا وعند حسن ظن مجلس الاداره واتمنى ان شاء الله نبقى اضافه قويه او اضافه كويسه في القطاع كابتن باذن الله يعني لا ان شاء الله بالتوفيق يعني لسه بنتكلم على قطاع الناشئين ان شاء الله تطلع علينا ولاد على مستوى عالي جدا وانت كمان بدايه فتره جديده بعد لاعب دلوقتي خلاص مجال التدريب طبعا يا كابتن دي خطوه جديده بالنسبه لي وتحدي جديد يمكن الحمد لله الواحد خد الخطوه بدري شويه بفضل الله ودي ميزه ان شاء الله كابتن ان الواحد من بدايه المشوار شايف ان الموضوع السنه دي مختلف جدا جدا في القطاع. يبقى الامور مختلفه جدا باذن الله ان شاء الله من افضل لافضل خصوصا كمان ان مع الكابتن خالد بيبو موجود مدرب اجنبي للقطاع او مدير فني للقطاع. ده بيدي انطباع ان شاء الله الدنيا السنه دي تبقى افضل وافضل ان احنا نقدر نعمل حاجه كويسه نخلي النادي الاهلي مكانته الطبيعيه في القطاع الناشئين. ونقدر كمان ان شاء الله احنا ندعم الفريق الاول بلعيبه كويسه كابتن باذن الله ان شاء الله ان شاء الله يا احمد بالتوفيق دايما وان شاء الله نشوفك على خير ونستنى
ان شاء الله مشروع مدرب واعد، وكمان ولادنا ان شاء الله باذن الله دايما يكون موجودين في الفريق الاول. شكرا ليك يا احمد. شكرا ليك باذنك. شكرا كابتن. شكرا ليك يا احمد. صديق الناس المحترمه جدا يا كابتن، يعني بره الملعب وجوه الملعب، وبتمنى له طبعا التوفيق. هو يمكن اول سنه يجي معانا في القطاع، فان شاء الله يكون مش يعني مشروع مدرب ان شاء الله كبير يعني ان شاء الله. احنا هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل مكملين مع كابتن معتز اينو في البيت الكبير. اتفضل.